طريق طويل مزدحم بالصعاب ومليء بالأشواك ومحاط بالابتلاءات، درب لك أن تقطعه ومسير يلزمه الزاد والعتاد، قنطرة تختبر وتبتلي وتمحص وتجتلي ثم تنقي وتصطفي، سبيل لا يستقيم إلا بالهروب لجلاله والاستعانة بهديه ونوره، طاعته وسيلة الوصول لجنانه وسر الفوز بالنعيم الخالد المؤبد، فالطريق هو ضرب لنيل الرضا، فإذا رضي كان جزيل الجزاء المنهمر من كريم منعم عزيز مقتدر، فليكن وسيلة. مبنى الفاتحة على العبودية، فإن العبودية إما محبة أو رجاء أو خوف، والحمد لله محبة، والرحمن الرحيم رجاء، ومالك يوم الدين خوف، وهذه هي أصول العبادة، فرحم الله عبدا استشعرها وأثرت في قلبه وحياته. والعبودية أو العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومن أمثلتها الصلاة والصيام والتفكر والشكر وغير ذلك. بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وشرف العبودية في قيام الليل، وقد حسن بعض أهل العلم حديثا في ذلك، وفيه: وشرف المؤمن قيامه بالليل. وفي الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفتر قدماه، أي تتشقق قدماه، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تقوم حتى تتفتر قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقول الله تعالى عن شرف العبودية في حق الملائكة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فلم يقل ملائكة وإنما قال عباد، فوصفهم بالعبودية ووصفهم بالكرم بعد العبودية، فاستحقوا أن يكونوا من أهل الكرم بالعبودية، فقال: بل عباد مكرمون. يقول الله تعالى عن شرف العبودية في حق الأنبياء: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فلم يقل: واذكر أنبياءنا أو اذكر رسلنا، وإنما قال: واذكر عبادنا، وذلك لشرف العبودية. والعبودية هي رسالة كل رسول إلى قومه، فما من رسول أرسل إلا وأمر قومه بتوحيد الله وحسن عبادته، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومدار العبودية على ستة أشياء: التعظيم والحياء والخوف والرجاء والمحبة والهيبة. فمن ذكر التعظيم يهيج الإخلاص، ومن ذكر الحياء يكون العبد على خطرات قلبه حافظا، ومن ذكر الخوف يتوب العبد من الذنوب، ومن ذكر الرجاء يتسارع إلى الطاعات، ومن ذكر المحبة تصفو له الأعمال، ومن ذكر الهيبة يدع التملك والاختيار. وتظهر أهمية العبودية في أنها الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه:
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبتحقيقها يكمل المخلوق، وهي الصفة التي وصف الله بها ملائكته وأنبياءه، ونعت بها صفوة خلقه، ووصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في أكمل الأحوال كحال الإسراء، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وجعل ذلك لازما له حتى الموت. ولذلك فمن توهم أن المخلوق يخرج من عبوديته لله بوجه من الوجوه فإن هذا المتوهم هو من أضل الخلق ومن أكثرهم جهلا. أسير الخطايا عند بابك يقرع، يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسع، مقر بأثقال الذنوب ومكثر، ويرجوك في غفرانها فهو يطمع، فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء، لك المجد والإفضال والمن أجمع. ولو نظرنا لوجدنا أن الدين كله داخل في العبادة، كما دل على ذلك حديث جبريل الطويل. وكذلك فالدين يتضمن الذل والخضوع، إضافة إلى أن العبادة في أصل معناها الذل، وعبادة الله تشمل الذل والمحبة غايتهما، فإن الذل بلا محبة أو المحبة بلا ذل لا تسمى عبادة. والعبادة أمر مختص بالله تعالى، أما جنس الطاعة والإيتاء والمحبة فلله ورسوله، أما العبادة كعبادة لفظا ومعنا فهي لله عز وجل وحده. فالعبودية نوعان، عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة الذي اشترك فيها أهل السماوات والأرض، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. قال الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال سبحانه: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. والنوع الثاني فعبودية الطاعة والمحبة. قال الله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال جل شأنه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كلمة العبودية كلمة مذمومة تشمئز منها النفس إن كانت عبودية للبشر، لأن عبودية البشر للبشر يأخذ فيها السيد خير عبده، لكن عبودية البشر لله تعالى يأخذ العبد خير سيده. فالعبودية لله عز وقوة ومنعة، وللبشر ذل وهوان. لذلك نرى كل المصلحين يحاربون العبودية للبشر ويدعون العبيد إلى التحرر. ولما قال تعالى: الله لا إله إلا هو، قال بعدها: الحي القيوم. فبعد أن ذكر استحقاقه للعبودية ذكر سبب ذلك، وهي كماله سبحانه، فلا تصلح العبادة إلا لمن هذا شأنه. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال أبو بكر رضي الله عنه: ومن كان يعبد الله
فإن الله حي لا يموت. والعبودية تتم بالاستعانة بالله عز وجل، وهذا من أعظم المقامات، مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لا عبادة تتم إلا بالاستعانة بالله عز وجل. ولتقسيم العباد طرق كثيرة، ويستم تقسيمها باعتبار العبودية. أولا عبد عبوديته كوني، هو مأخوذ من أن العبد مذلل لله، خاضع له، داخل في تصرفه، ويدخل في ذلك الأبرار والفجار والمؤمنون والكفار، سواء أقروا بها أو لا. عبد عبودية شرعية، وتظهر في اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، وهو الفرق بين المؤمن والكافر. وقد ضل كثير بأن يعتقد أن العبادة هي النوع الأول وحده، وما علموا أن رأس الكفر في الكون إبليس كان مقرا بالقسم الأول، حيث قال تعالى في حكايته عن قصة رفض إبليس أن يسجد لآدم: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. ومع ذلك فلم يدخله ذلك الجنة. هذا داود عليه السلام لما زل ندم وبكى، فكانت في حقه نعمة من أجل النعم، فإنه عرف ربه معرفة العبد الطائع الذليل الخاشع المنكسر. وهذا مقصود العبودية، فإن من أركان العبودية تمام الذل لله عز وجل. فرضى العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه وجهله بحقوق العبودية وما يجب يستحقه المعبود رب العالمين سبحانه وتعالى. فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقاتها. فالعبودية أن تعلم أنك بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله بيد الله، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ناصيتي بيدك. ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله عز وجل، كما قال جل شأنه: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إذا علم ذلك لم ينزل أحدا من بني آدم منزلة المالكين له، فلم يتزلل لهم ولم يتودد لهم ولم يذعن لهم، إنما ينزل بني آدم منزلة العبيد المقهورين الأذلاء بين يدي الله عز وجل. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. إن العبد ليس له غير باب سيده وفضله وإحسانه، وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك، ولم يؤوه أحد ولم يعطف عليه، بل يضيع أعظم ضيع. ويتضمن هذا التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجئ إليه والاستعانة به والتوكل عليه وغير ذلك. وحق الله عز وجل أن تنصف في عبادته، وألا تنازعه سبحانه وتعالى ما يختص به من الأسماء والصفات، وألا تنازعه في صفاته سبحانه كالكبرياء والجبروت وغيرها. هذا عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، ابن النعمة والحشمة، وارث الدور والقصور، أرغد الناس في شبابه عيشاً، وأكثرهم طرفاً، وأزكاهم عطراً، لكن نفسه طاقت إلى الجنة، فزهد في الفاني ورغب في الباقي، وأقبل على الله عز وجل، وصدق مع ربه فعدل في الرعية، وأخلص في العبودية، وقاد الأمة الإسلامية خير قيادة، مع ورع متين
وعلما راسخ وخشوع صادق. قال ابن القيم: وصاحب العبودية ليس له غرض في إيثار عبودية بعينها، بل هو متبع لعبادة الله جل وعلا أيًا ما كانت تلك العبادة. كلما عظم الله في قلبك صغرت نفسك عندك، وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيل رضا. وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس، تبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته، وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله، فحينها تتبرأ من الحول والقوة، ويحسن بك فهما بمعنى التسبيح الذي هو لا حول ولا قوة إلا بالله. طريق طويل مزدحم بالصعاب ومليء بالأشواك ومحاط بالابتلاءات، ضرب لك أن تقطعه ومسير يلزمه الزاد والعتاد، قنطرة تختبر وتبتلي وتمحص وتجتلي ثم تنقي وتصطفي، سبيل لا يستقيم إلا بالهروب لجلاله والاستعانة بهديه ونوره، طاعته وسيلة الوصول لجنانه وسر الفوز بالنعيم الخالد المؤبد، فالطريق هو ضرب لنيل الرضا، فإذا رضي كان جزيل الجزاء المنهمر من كريم منعم عزيز مقتدر، فليكن وسيلة.